رحبوا معي استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية والمناظير دكتور سعيد آل ثاني. نرحب فيك دكتورنا، وكمان احنا بنعرف ان حضرتك ممتحن بالبورد العربي لجراحة العظام وأستاذ محاضر في جامعة الإمارات سابقا ورئيس جمعية أطباء وجراحة العظام الإماراتية حاليا ورئيس اللجنة العلمية في جمعية AO Trauma. نرحب فيك، مرحبا، شكرك على وقتك. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز العظيم بإدخال جراحة الروبوت بزراعة المفاصل كأول بلد عربي في الشرق الأوسط، ونفخر بكم. ونبارك لكم أيضا إنجاز العظيم باختياركم لرئيس لجنة التعليم بالـ AO Trauma على مستوى المينا، ونبارك للإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز الذي يضيف إلى قصص النجاح التي تزهو بها الإمارات. حدثنا عن هذه الخبرة وماذا أضافت للإمارات؟ الحمد لله، بالنسبة للإمارات كون نحن نمثل كرئيس لجنة التعليم على مستوى الشرق الأوسط، هذا حدث أول مرة يصير دكتور من الإمارات في هالمجال. طبعا جمعية الكسور جمعية عالمية مقرة في سويسرا، والاختيار هذا تم على انتخابات على مستوى المنطقة، وهذا فخر وشرف وتكليف لنا. نحكي عن الإنجاز الآخر اللي تم بمجال جراحة الروبوت في زراعة المفاصل تحديدا. طبعا التكنولوجيا تتقدم من يوم لآخر، الدقة اللي يضيفها الروبوت شيء لا يقدر بثمن، راحة المرضى اللي احنا نرغب فيها من خلال التطور ومواكبة العصر، الذكاء الاصطناعي شيء واقعي، المتخلف هو من يتركه، لأن هذا الشيء راح يتطور ويجب أن نواكب التطور. ماذا يضيف هذا الإنجاز للمريض والطبيب؟ طبعا لما تكون عندك العملية مقامة بأفضل طريقة من ناحية المقاسات، من ناحية الزوايا، من ناحية موازنة الركبة، لما احنا نقدر نحاكي الحركة الطبيعية للجسم، فالمريض يلمس هالشيء ونتوقع منها أن تعطيه أفضل شعور، رياحة ارتياحية من ناحية الألم، تخفيف الألم، من ناحية المحاكاة اللي خلقه سبحانه وتعالى. فالنتائج الأولية أثبتت أنه النتائج إيجابية، فإن شاء الله نشوف شريحة أكبر ونطبقها بشكل أكبر على مستوى الكل. نحكي عن المؤتمر تحديدا المنوي عقده الخاص بجراحات الكتف، ماذا سيضيف وماذا تطمحون من خلاله؟ طبعا المؤتمر يضم خبرات من مستوى العالم، من امريكا ومن كندا ومن اوروبا، من الصين، اليابان، كوريا، جنوب افريقيا، بالاضافه الى نخبه من جراحين الكتف على مستوى العالم العربي. فهذا راح نتباحث فيه عن كل ما وصل إليه العلم في مجال جراحة الكتف والحلول المتوقعة لمختلف الأمراض والجزء منها مستعصي، مثل حالات قطع الأوتار المزمن عند الفئات السنية الصغيرة اللي لحد الآن ما في حل دائم لها، فهيكون تركزنا عليها. ليش؟ لأن فئة كبيرة من تمارس الرياضة، وبعضهم للأسف الشديد نتيجة الإهمال لم يقم بالعمليات الجراحية في الوقت المناسب، فصرنا نحتاج إلى أن نعمل أشياء غير إضافية على أساس أن نحن نطور كيف نخيط الأوتار، كيف نعمل ترقيع للأوتار،
فهذه كلها تعتبر من الأشياء الصعبة حتى بالنسبة للأوروبيين والأمريكان. معظم الإصابات اللي عندهم تكون أبسط من الحالات اللي تجينا، لأنه هناك وعي بالنسبة للمرضى، فالمريض بيراجع أول بأول، فبالتالي ما يترك الأمور تتفاقم. للأسف الشديد هنا في نوعين من المرضى، في نوع من اللي يتساهل في الموضوع، وفي نوع اللي يرى أن الإصابة هذه ما لها حل، فبالتالي ليش أنا أعالج، أخذ مسكنات وكافي. فلما يوصل مرحلة أنه خلاص لا يقدر أنه يحرك إيده، فيبدأ يجي إلى الحل. دكتور سعيد، متى نلجأ إلى عملية استبدال المفاصل والغضاريف في الركبة، ومن هي الفئة التي تحتاجها؟ طبعا الخشونة، خاصة الخشونة المتطورة، هي الحالات اللي احنا نلجأ فيها المفاصل الصناعية. مختلف السن، الفئات السنية، احيانا نلاقي عند بعض الناس في الأربعينات للأسف الشديد، فيكون عندهم خشونة مبكرة للركبة. في أسباب معينة؟ أحيانا بعض يكون لها أمراض روماتيزمية، وبعضها يكون نتيجة إصابات أو نتيجة تقوس في الساق في الصغر ولم تتدارك، فأثرت على المفاصل في فترة لاحقة من العمر. بس أغلب المرضى بيكونون هم فئات الستينات والسبعينات وما فوق ذلك، اللي هم عندهم مع العمر تقدم العمر. أما أنواعها، ففي أنواع اللي هي تكون المفصل الكامل أو المفصل الجزئي. فلما يكون عندك خشونة في جزئية معينة بس من الركبة، ما في داعي أنك أنت تستبدل المفصل كامل وتجري عملية كبيرة للمريض. فأحيانا تقدر أنك أنت تلجأ بس إلى استبدال جزئي للركبة بدل ما تعمل استبدال كامل، وهذه عادة من أنجح العمليات، لأنه الاستشفاء منها أسرع. المريض ما يحس انها فيها فرق بين عملية الركبة، منها فرق بين الركبة الطبيعية. ليش؟ لانه لم نلتمس الاربطة، لم نلتمس حركة الرجل، لم يتغير اي شيء في نفس الشيء، فالاستشفاء منها اسرع، على عكس عملية تبديل الركبة اللي هي برضو من انجح العمليات بس تاخذ وقت اطول. هل ممكن نقارن بين انواع العمليات اذا اجريتوها بالروبوت كتقنيه حديثه او الجراحه التقليديه؟ طبعا الجراحه بالروبوت تستغرق وقت اطول، فيها طبعا بالنسبه للدكاتره فترة تعلم لغاية ما يتعود على السيستم. من جرد يتعود على النظام الوقت التحضير يقل بشكل كبير. فائدة الروبوت إنه يعطيك مقاسات بدقة متناهية جدا. أحيانا بالعملية التقليدية هذا ما يكون متوفر. ممكن نحكي نسب معينة قديش النسبة أدق الروبوت؟ دقة متناهية جدا. أنا بقولك هذا، بقولك العمليات التقليدية نسبة الرضا للمرضى لا تزيد عن 80%، في نسبة عدم رضا 20% مع أحسن العمليات التقليدية. بالنسبة للعمليات الروبوت الحمد لله المستوى مرتفع جدا، يعني وصل فوق 90. هل هذا يعود إلى أنه الآن بدينا نستخدم مقاسات أفضل للمريض؟ هل بدينا نحن نحسب كل شيء قبل ما نبدأ العملية، فبالتالي البلان أكثر، فبالتالي ما تحتاج إنه إحنا نرجع نقطع مرتين، إحنا نقطع مرة بس عارفين إن هالمرة هي اللي إحنا محتاجين نقطع، فبالتالي النتائج تكون أفضل بالنسبة للمريض وحتى كوقت بالنسبة للجراح تكون أفضل. كم يحتاج المريض بعد العملية ليعود إلى حياته الطبيعية؟ كثير من المرضى تهمهم هذه الناحية للعودة إلى عملهم أو إلى
حياتهم ونشاطاتهم؟ أتوقع يعني خلال من خلال خبرتنا مع المرضى من 3 إلى 4 شهور يرجع إلى وظيفته ولا عمله. يعني عندنا إحنا في الإمارات كثير من اللي هم كبار السن في الستينات والسبعينات اللي بعضهم يعمل لحد الآن خاصة يعني في حرس الحدود أو في المحميات الطبيعية خاصة في المناطق النائية. فبلاحظ أنه خلال 3 شهور بيرجع يمارس حياته الطبيعية. الآلام بالنسبة للركبة بعد العملية آلام تجي وقتية لها علاقة بالجراحة نفسها، و 80% تختفي خلال الشهرين الأولين، لكن ظل فترة بسيطة بتيجي من وقت للثاني خلال 6 شهور الأولى. نادر ما ألاقي مريض يشتكي من أي شيء بالركبة بعد 6 شهور، عادة حتى بعد أقل من كذا، أقل حدود 4 شهور معظمهم بيكون في أحسن حال. بيكون هناك تورم خفيف في الركبة وفي الرجل بس بغير مصاحب للألم، هذا يكون لغاية 4 إلى 5 إلى 6 شهور. سوري. لا تزال هناك بعض المخاوف لدى المرضى والمواطنين من إجراء عمليات تبديل المفصل، ماذا نقول لهم وكيف نطمئنهم وما هي طريقتك الخاصة في إجراء هذا النوع من الجراحة؟ بالنسبة للمخاوف هذه موجودة بالفطرة الإنسان، وعادة المخاوف تكون بناء على تجارب سابقة وتجارب لأصدقاء سابقين. الحمد لله عمليات الركب الآن من أنجح العمليات على مستوى العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا تقام أكثر من 700,000 عملية استبدال ركبة. فطبعا لما يكون عندك الأعداد هذه الكبيرة وخاصة يعني على مستوى العالم يقام أكثر من 2 إلى 3 مليون عملية استبدال ركبة على مستوى العالم، فأنت تتكلم على أرقام مهولة. لو لازم في 1 أو 2 أو عدد قليل يكون في لا سمح الله فيها بعض الخطورة، لكن مثل خطورة المشي في الطريق حسابيا لو تتكلم مع هيئات المرورية بيقول لك أن الحوادث السير تقدر بحوالي 5%، وهذا ما منع الناس تسير في الطريق. لكن العمليات مثل السفر، كيف أنت تجهز مريضك إلى العملية، كيف أنت تعده، كيف يكون في أحسن أوقاته من ناحية التحضير النفسي، من ناحية التفاؤل بالنسبة للعملية. في دراسات كثيرة أثبتت تفاؤل المريض من ناحية العملية يؤدي إلى نسبة نجاح عالية. فالعامل النفسي مهم. ثانيا معظم المرضى الكبار في السن يحتاجون إلى فحص من ناحية الضغط، من ناحية السكر، من ناحية التخدير، بحيث أن نحطيهم في أو نخليهم في أفضل حالاتهم بحيث أن يكون جاهز بدنيا للعملية. من ناحية العملية نفس الشيء، احنا عندنا الحمد لله في العمليات عندنا الطاقم الخاص معانا بحيث أنه يستلم المريض بابتسامة، بيرحب فيه من الحيطة، بنتأكد كذا مرة من جهة أي الركبة اللي احنا هنعمل فيها، بنعمل ماركينج للركبة على أساس ما نترك أي مجال للأخطاء في العمل. يعاد التذكير بين اسم المريض والعملية 3 مرات إلى 4 مرات قبل ما نعمل أي جراحة. هذا واحد. اثنين، الحمد لله في العمليات اللي عندنا بنستخدم مواد بتمنع النزيف، فبالتالي ما فيش داعي نعطي المريض نقل دم بعد العملية. زي ما قلت قبل بنمتنع عن استخدام الرباط الضاغط عشان ما يسبب المريض آلام. بنستخدم المفاصل اللي بتساعد على الثني الكامل، فالمريض معظم المرضى صح بيهتم أول شيء بالألم وأنه يتحرك، لكن برضو بيحاول أنه يثني الثني الكامل. خاصة أنه معظم مرضانا هنا مسلمين فيحبوا الصلاة والسجود،
فمعظم الركب اللي بنستخدمها هنا إذا ما كانت كلها بتعطي بالضبط السجود أو الثانية الكامل للركبة. في أشياء ثانية أنا أعتبرها كبيرة غير يعتبرها بسيطة، مثل كيف تتعامل مع الجرح. معظم عمليات الركب تستخدم عمليات الخيوط خارجية أو الدبابيس الطبية. الحمد لله أنا عندي ما بستخدم هالشيء، نحن بنستخدم جراحة تجميلية، بنستخدم ما وصل أحدث ما وصل له العلم من ناحية المواد اللي تساعد حتى على التئام الجروح وعدم إظهار الجروح الرقبة بشكل بارز. فبعض الناس هذه مهمة جدا، فاحنا بنعملها مع الجميع. في أشياء كثيرة أنت تقدر تضيفها ولمريضك على أساس تحصل منه على أفضل مردود إيجابي. طبعا بالضبط، فاحنا في العمليات هدفنا ايش؟ هدفنا ان المريض يكون بخير، هدفنا ان يكون المريض مبسوط، هدفنا ان المريض يستفيد من العمليه اللي هو اجراها باقصى ناحيه ممكنه. بالضبط. فالحمد لله ما في شيء جديد صاير الا احنا حاولنا ان نبذله للمريض باستمرار. والجو حتى في غرفة العمليات مش زي قبل، في توتر وفي شحن وتلاقي الناس يعني متوترة والمريض متوتر. على العكس، في عندنا نوع من الانسجام الهارموني في بين التيم مع دكتور التخدير. دكتور، في الختام نحب نسألك كيف أسهمت جراحة العظام في رفع السياحة العلاجية بالإمارات؟ الحمد لله الإمارات الآن صارت قبلة للسياحة العلاجية على مستوى الشرق الأوسط. يعني احنا نلاحظه في من خلال العيادة والمستشفى، المرضى اللي احنا بنتعامل معهم. عندي أنا مرضى من الكويت، البحرين، السعودية، العراق، الأردن، عمان، السودان، نيجيريا، كينيا، أستراليا، إيران. فشاهد الموضوع أنه الإمارات صارت قبلة للتقدم العلمي، قبلة للمرضى اللي يبحثون عن ما توصل إليه العلم. بالضبط. والحمد لله يعني أنا في مجالنا وفي عن طريق العيادة نحاول إنه دائما نكون حتى في أسعارنا مناسبين للمستوى المعيشي بالنسبة للأشخاص اللي من خارج الإمارات، حتى من باب تشجيعهم إلى الحضور والاستشفاء والاستطباب عندنا في الإمارات. في ختام هذا اللقاء نشكر الدكتور سعيد آل ثاني على وقته الثمين وعلى علمه وشغفه لخدمة هذا الاختصاص، ونودعه على أمل اللقاء به بإنجاز آخر عظيم كما عودنا، حيث سجل اليوم إنجازاً عظيماً لإدخاله جراحة الروبوت إلى تبديل المفاصل في الإمارات العربية المتحدة. كلنا فخر ونشكركم، وجهودكم مباركة.